إقليم دونباس شرق أوكرانيا في عين العاصفة. القوات الروسية تصعد عسكريا وتشن هجمات مكثفة للسيطرة على الإقليم المتاخم لحدودها. ومن نتائج العمليات العسكرية هذه أن الغالبية العظمى من أراضي منطقة لوغانسك داخل دونباس أصبحت في يد الجيش الروسي. وفي سياق تطورات دونباس، وصف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الأوضاع داخل الإقليم بأنها بالغة الصعوبة، لكنه قال إن القوات الأوكرانية تعمل على صد الهجوم الروسي. الوضع في دونباس بالغ الصعوبة، كما في الأيام السابقة يحاول الجيش الروسي مهاجمة سلوفيانسك وسفير دونيتسك، والقوات المسلحة الأوكرانية من جانبها تصد هذا الهجوم، ويعمل جنودنا على إحباط محاولات الهجوم الروسية وعرقلتها. وفي خضم المعارك، أكدت القوات الأوكرانية أنها صدت 9 هجمات روسية ودمرت 5 دبابات في دونباس، لافتة إلى أن القوات الروسية تستخدم الطائرات والمدفعية والدبابات والصواريخ وقذائف المورتر على طول خط المواجهة بأكمله. ومن المدن الأوكرانية أيضا التي تتعرض للقصف الروسي في لوغانسك، مدينة ليستشانسك التي تشكل بدورها مع مدينة سيفرودونيتسك الجزء الشرقي من جيب تسيطر عليه القوات الأوكرانية ويحاول الجنود الروس اقتحامه منذ منتصف إبريل الماضي.